السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده سردين مقلي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم بتاعه جميل جدا. هنعمله بتتبيلة يعني روعة. أتمنى حبايبي للفيديو النهاردة يعجبكم. بس في الأول قبل ما أبدأ الفيديو أحب أرحب بيك يا حبيبتي لو أول مرة تتابع القناة. لو قناتي عجبتك فضلا وليس أمرا، يا ريت اللي أنت تدعمينا كده بالاشتراك في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بقدمه في القناة أول بأول. يلا بينا حبايبي كده نشوف هنحتاج لإيه. هنا معايا ده كده نص كيلو سردين. أنا منضفاه زي ما احنا شايفين كده اهوت، يبقى بنفس الشكل كده اهوت. وهنا مطلعه منه الشوك، يعني ما فيهوش شوك خالص، اللي هي اللي بتبقى في النص ديت، الشوكه الطويله ديت انا شايلها. وطبعا الشوك اللي هو رايح اللي في الجناب ده اهوت انا شايلاه، يعني ما فيهوش يعني مخلي خالص. هنا بقى هنحتاج لايه كمان؟ يعني هنا هنحتاج لمعلقتين زيت، وهنا بقى دي كده هنحتاج لنص ليمونه، وهنا هنحتاج يعني رشة كده من الفلفل الأسمر، ربع معلقة كده صغيرة، وهنقط يعني ذرة كده صغيرة بس من الشطة، يعني عشان احنا هنا مش بنحبوها قد كده، فانت لو بتحبي شطة يعني ممكن تزودي. هنا معايا معلقة صغيرة كده ايه ملح، مش مليانة يعني، وهنقط معايا معلقة صغيرة توم، وهنقط معايا نص معلقة كده صغيرة بابريكا اللي هي ديت، ومعلقة صغيرة كده ايه كمون. دي كده حبايبي. هنا بقى ايه دي كده التتبيله. هنا بقى معايا اللي هي يعني خليط الدقيق. هنا معايا يعني 3 معالق كده ايه كبار دقيق. طبعا انا مش مكتره لان الكميه معايا يعني كميه بسيطه، وحط عليهم بقى ايه يعني متبلاهم بقى، يعني حط عليهم شويه كمون، نص معلقه كده صغيره كده كمون، ونص معلقه صغيره ملح اهيت. انا حتى ما رضيتش احطها على الدقيق عشان يعني مش عتباق، انا حطيتها على جنب اهيت، ونص معلقه كده صغيره فلفل اسمر، وهنا هوت يعني ربع كده معلقه صغيره كركم، ونص معلقه كده صغيره ايه بابريكا. ده كده خليط الدقيق. لما بتتبلي كمان الدقيق بيبقى بيدي طبق كده للسمك او السردين او اي حاجه بتحمريها، بيديله ايه يعني بيديله طعم حلو برضه، ما يبقاش دي كده وخلاص. فا اهو اول حاجه بقى يا حبايبي، بس قبل ما ابدا اصور كده صورة. دلوقتي حبايبي هنبدأ بقى ايه نجهز التتبيلة. هاخد بقى الزيت دهوت وابدأ احطه نقط على التتبيلة اللي انا قلت لكم عليها. بحط عليهم عصير نص ليمونة، البذرة ديت اهو كده يا حبايبي. دلوقتي بقى ايه هبدأ ان انا اقلبهم كده ايه مع بعض. التتبيلة دي جميلة جدا، تدي طعم جميل جدا للسردين. شايفين بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هنا بقى هنقلب خليط الدقيق ده كده مع بعضه. وهنا معايا بقى الزيت كده، يعني حطاه كده في مقلية على النار. هبدأ بقى ايه يعني بفرشة بقى كده ايه عندك، وهتبدأي اللي انت تاخدي كده جزء كده من التتبيلة ديت، وتبدأي اللي انت تدهني السردين.
نجيب بقى الملعقة دي نسلق ايه الثوم بقى، يعني بوزع الثوم كده ايه على كل سردينة كده ايه حبة. بس كده اهوت هبدأ بقى دلوقتي، يعني اخد بقى ايه السردين ده كده اهوت شايفين بعد ما اتبق، لا هبدأ ان انا اخد كل اتنين كده اهوت ايه مع بعض كده اهوت. طبعا انا متبله الناحيتين، هتحطيهم ايه كده بيبقى بنفس الشكل كده اهوت. دلوقتي انا هنكمل بقية الكمية دي كده بنفس الطريقة. انا معاكم واحدة كمان بعد كده اهوت بقى ايه هبدأ اللي انا احطهم بقى في الدقيق واحمرهم ايه في الزيت. الطريقة دي بتبقى جميلة جدا، اللي ياكل منها من السردين يعني مش هيلاقي فيه شوك خالص، يعني بتبقى حلوة. هنكمل انا بقى كده اهوت حبايبي. دلوقتي حبايبي بعد ما خلصت كده السردين وبعد ما تبلته وحطيت كل اتنين كده على بعض زي ما شفنا، دلوقتي بقى ايه هبدأ اللي انا احطه في خليط الدقيق دهوت. زي ما احنا شايفين انا يعني بمسكه من الديل كده بتاعه وبحطه كده اهوت. بس بيبقى معايا بنفس الشكل كده اهوت. الزيت بقى انا مولعه عليه دلوقتي، يعني هبدا ان انا احط دي كده اهوت هنا مع بال ما اعمل واحده كمان. انا السردين اللي عندي صغير، بس انا كنت اعمله بصراحه، يعني كنت ناوي اعمله كده اهوت سردين احدقه مملح يعني، بس قلت بقى ايه قلت اعمل الطريقه ديت النهارده واوريكم، وابقى اجيب شويه كمان، ابقى اجيب بقى شويه بعد كده اهوت واعملهم بعد كده ايه اوريكم برضو طريقه عمل السردين المملح برضو. طريقه بسيطه جدا. سامعين الزيت؟ نروح بقى ايه هناك نحمر دولت. عشان عايزة بس ايه اوريكم كده حبايبي. دي كده شويه الزيت، انا مش حاطه زيت ياما، يعني حاطه حبه صغيرين كده اهوت، انا معايا يعني الكميه مش ياما. على فكره لو انت عايزه تعمليه كمان يبقى يطلع معاكي مقرمش بعد خطوه الدقيق ديت، هتجيبي شويه ميه وتبداي اللي انت بتحطي فيه السردين بعد ما حطيناه في الدقيق كده اهوت، بتاخديه تحطيه بقى في الميه وبعد كده تحمريه على طول. بس انا ايه يعني مش هعمله مقرمش، انا عايزاه ايه يعني كده اهوت. بس حبيت برضو ان انا اقول لكم برضو الطريقه ديت
ممكن اخد برضو ايه واحدة كمان صغيرة كده اهوت. كده حبايبي دلوقتي بقى ايه، انا هسيبه لحد ما يتحمر كده من تحت، وبعد كده اقلبه على الناحية التانية، وبعد كده ايه تطلعيه بقى على مناديل ورق، وهخلص الكمية بقى اللي معايا ديت، وبعد كده ايه نرجع تاني ونوريكم بقى ايه شكله. بس لما اقلبه على الناحية التانية هوريكم برضو شكله ومتحمر. هبدأ بقى حبايبي ان انا اقلبه. كده هنخلص بقى بقية الكمية دي ونرجع تاني. دلوقتي حبايبي انا كده خلصت السردين. نعم ده كده حبايبي بيبقى شكله، شايفين؟ نعم الطريقة بتاعته جميلة جدا، بس انا عملت بقى في سردين صغير ما كانش عندي الا الصغير، فانت بقى تقدري تعملي نفس اللي انا عملته ده هوت. لو عندك سردين كبير شوية ممكن تعمليه، هيبقى حلو جدا. بس يعني انا حبيت بس ان انا اوريكم الفيديو النهاردة واعمله في الـ يعني في الـ في السردين الصغير دوت، وما كانش ينفع بصراحة، بس يعني هو ده اللي كان متوفر حاليا معايا، فعشان كده انا عملت ايه عملت لكم بيه. يعني انا زي ما قلت لكم انا كنت جايباه على اساس كنت جايبه كيلو، على اساس ان انا ايه اعمله يعني احدقه كده اهوت، اعمله سردين يعني مملح حادق. فيعني هي دي بقى الطريقه اللي انا ايه عملتها بقى معاكم النهارده عشان اوريكم في فيديو برضو، لان هي جميله جدا. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، والطعم بتاعه كمان بيبقى جميل جدا. واحلى حاجه فيه كمان اللي يعني اللي يجي ياكل منه ولا يبقى فيه شوك ولا اي حاجه خالص. الشوك انا مطلعاه، يعني هو لو ينفع ان انا اوريه لكم كنت اوري، يعني كنت اوريكم منظر الشوك، شوك يعني كتير جدا. ده كده حبايبي شايفين منظر الشوك هو. انا يعني حبيت برضو ان انا اوريه لكم عشان ايه اوريكم اللي هو يعني مخلي من الشوك نهائي، عشان اوريكم بس الطريقه. شايفين المنظر ده كده الشوك انا مطلعاه مش مخليه فيه حاجه بصراحه. شايفين منظر الشوك؟ طبعا انت لما بتشد ديت منه بتطلع كده اهوت، وبيطلع معاها كمان اللي هو الشوك الصغير ده اللي هو بيبقى في الجناب اهوت. شايفينه؟ انا قربت لكم عليه. طبعا انا شايلاه وشايله بقى المصاريل، وبتشيل الراس اول حاجه. طبعا انت لما بتيجي بتشيل الراس، الراس بتطلع مع المصاريل اهي اللي في بتبقى في البطن، بتطلع معاها مره واحده. وبعد كده اهوت بقى ايه بتبداي اللي انت بتفتحيه كده اهوت، تفتحيه بقى بمقص او بسكينه. انا استخدمت السكينه بصراحه وانا بفتح، بس انا ما عرفتش ان انا اصور لكم التنظيف بتاعه، لان بصراحه يعني كنت انا بقى لوحدي وانا بنظف وايديا وسخه، مش هعرف امسك التليفون واصور، وبنتي لسه جايه يعني لسه جايه من بره، فعشان كده ما عرفتش ان انا اصور معاكم. فاهم حاجه يعني إيه ماما انت كبرتي السردين ازاي؟ انت كنت صغير شايفه كبر ازاي؟ ده ايه ده؟ ده الشوك يعني هتاكليه وانت مطمنه. ايه ده بجد؟ يعني هتمسكيه كده تقطمي، يعني زي ما بتاكلي كده اهوت، يعني فراخ بانيه او لحمه. اخيرا يعني اكل سمك، اكل سمك من غير شوك. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، واسيبكم بقى مع ندى. انا لسه جايه عشان كده تلاقوني بس استغربت من السردين. لو لسه جداد هنا في القناه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تبخلوش باللايك، اعملوا لايك، ما يعني اعملوا لايك ها.
واشتركوا تحت في القناة على زرار سبسكرايب تحت لو بالانجلش او بالعربي اشتراك، واعملوا شير للفيديو لو الطريقة عجبتكم، اعملوا شير كتير، واكتبوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات تحت في الكومنتس. باي. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هجيب بقى على السفة تاني كده بقى، ايه انا هرميه بقى كده اهوت، همسكه وترميه بقى في الزبالة. بس انا حبيت بس ان انا اوريكم اللي هو بس مخلي من الشوك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.